الآن يناديك المنبر منبر فاصبح بالحق ولا تحذر فمقامك هذا لو أعلنها للناس الآن وانصر مظلوما قد هانا كم أبكى المنبر خطباء قاموا كي يرضوا السلطان اشهد يا منبر هادينا لخطيب قد نصر الدين لم يخش سوى الله بحق فاتاه الناس محبين لم يخش سوى الله بحق فاتاه الناس محبين جبابرة السجن الحربي أين هم الآن؟ أين الذين ذهبوا ليقبضوا على أحد المسلمين في إحدى قرى دمياط؟ دخلوا على أحد المسلمين ليقبضوا عليه في إحدى قرى دمياط فوجدوه امامه خمسة اطفال صغار فقال المقبوض عليه القابض انتظرني حتى اعد لهم طعام العشاء قال له القابض فاين امهم قال ها هي امامك مصابة بالصرع واخشى ان اتركهم لها فتخنقهم وتميتهم ولكن جبابرة مصر لا يرحمون طفلا ولا امرأة مصابة وقبضوا عليه وترك خمسة اطفال مع ام صريعة مصابة بالصرع وذهب الى سجن البستيل الى سجن مصر الى السجن الحربي ذهب ليعلق من قدميه كما تعلق الذبيحة عند الجزار كما تعلق الذبائح ليعلق بامر من جبار مصر ليعلق من قدميه ويوضع رأسه الى اسفل ويضغط الدم الى رأسه حتى يكاد يخرج من عينيه ويداه لا تمتدان الى الارض هو لا يريد ان يموت ليربي اولاده ولكنه يريد ان يموت ليستريح ولكن في مصر قلوبا لا يجوز ان اصفها بالحجر حتى لا اظلم الحجر ولا يجوز ان اصفها بالحديد حتى لا اكون قاسيا على الحديد انها قلوب لا يثيبها لا اريد ان اقول نار جهنم انما اريد ان اقول قسم مخصوص في نار جهنم يصنع لها هي الصيفة وقضى ذلك المظلوم 6 سنوات بدون ذنب جنى وخرج من السجن محطما فوجد زوجته قد ماتت ووجد 3 من اطفاله قد ماتوا قبل ان يخرج
ماتوا ليشكوا لربهم ظلم العباد في ساحة العرض على الله. في ساحة العرض على الله من المسؤول عن هذه الألوف التي ماتت وطويت عظامها في أحضان جبل المقطم؟ المسؤول الأول هو جبار مصر الأول. إن عمر كان يقول: لو عثرت دبلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ دغلة، لو عثرت دغلة في العراق، دغلة في العراق وبين العراق والمدينة آلاف الأميال، لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ فما ذلك بقوم كانوا يطفئون أعقاب السجائر في ظهور المظلومين، ويسلطون الطيارات الكهربائية إلى أجسام الأحياء، ويقلمون الأظافر بالآلات الحديدية، ويملؤون الزنزانات بالماء البارد حتى تغطي جسم المظلوم الى رأسه، ويقضي الليالي الباردة في شهر طوبة، وهناك طريقة تعذيب تسمى الموت الصامت، يؤتى بالمظلوم ويعطش حتى يشتد به العطش، ثم يشرب ماء كثيرا، ثم يؤتى بقطعة من البلستر وتوضع على فتحة القبل التي يتبول منها، ويشد ذراعاه الى صحره، ثم يحبس البول فيه ويريد ان يتبول، ولكن فتحة البول مسدودة فيظل البول فيه حتى يتسمم ويموت مسموما. من المسؤول عن هؤلاء؟ وبعد ذلك كنا ننتظر النصر، وكيف يكون هناك نصر وبيننا صلاح مصر؟ كيف يكون هناك نصر وبيننا جبار مصر الاول الذي قطع الارحام وشتت العباد ودوخ الناس؟ انه يوم ينصب الميزان سيكون هناك مع جبابرة مصر موقف مع الواحد الديان. يومها سيكون الحكم لأسرع الحاسبين. إذا قلت يا رب من الذي بلغني الإنذار؟ سيقول لك: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اذا قلت يا رب انظرني حتى احضر الشهود، سيقول لك يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. اذا قلت يا رب انظرني حتى احضر الدفاع، سيقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اذا قلت يا رب سأستأنف الحكم، قال لك: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، وما انا بظلام للعبيد، ما انا بصاحب ظلم، ما انا بمتصف بالظلم. اين جبابرة الله؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا،
ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بهم صلية. اما الموطن الثالث الذي لا يعرف فيه احد احدا فساعة المرور على الصراط، عندما نأخذ صحائف الاعمال، وعندما نعبر منطقة الميزان، نأخذ طريقنا الى دار الجزاء، وعندها لا يعرف احد احدا، قال تبارك اسمه: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. واردها اي مر عليها، يمر عليها. ثم ماذا؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمين، ولعلكم تلمحون ان الله قال ونذر الظالمين، لان الظلم يشمل الكفر وغير الكفر. الظلم ظلمات يوم القيامة، الكفر اخص من الظلم، والظلم اعم من الكفر. فكأي من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها، وكأي من قرية امليت لها وهي ظالمة، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا، ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين، قال رب نجني من القوم الظالمين، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وقومه ونجني من القوم الظالمين. ايها الاخوة الاعزاء، فهل لنا من شفاعة في ساحة الحساب؟